Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. فَاتَّقِ مَرَّةَ أَزْوَاجٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْرَفَ بَعْضَهُ فَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ زَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فالملائكة بعد ذلك تهيئة سأربوا إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ملائكة أيها ملائكة لا جسد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفر يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة هود كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم امرأة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وإن كن وأولة حمل وأولة أحمال أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له أجرا أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تدرون تضيقوا عليهن وإن كنا أولة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن Sayyidina Allah ba'da usri usra. Wa ka'ayyim yang kodatin atas amri rabbiha wa rasulihi fahsabna hisaban sadidan. Wa azabna azaban nukra. Wa zaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra. A'adallahu lahum azaban sadidan. Fa attaqullah ya ulil albab. Allazina amanu qad anzalallahu ilaykum zikra. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin lirijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar qad khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu zikra Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah. Allah la ilaha illa Allahu la ilaha. Allahu. Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Wa anna wa يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsanakum suwarakum wa ilayhi al masir. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu ma fis samawati wa ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun zatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabli Alam yakum naba'ul ladzina kafaru min qabli terus wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharu yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah
والله غني حميد. زعما الذين كفروا أي الله يبعثوا، قل بلى قل بلى وربي لا تبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل، ويؤمن بالله كفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا وبئس المصير. خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم ولا أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم والله ومن يفعل ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون وأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. علم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُونَ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَسْبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَالَّذِينَ هُمُ الَّذِينَ لَا تُنْفِقُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب Wallahu khabirun bima ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وذلك على الله والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين قل يا أيها الذين تفرون قل إن الموت الذين تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.